ورحمة الله. اليوم غنشوفو الدرس ديال لي ليميت. إذا ليميت عندنا هنا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ عدد ان نومبغ، وعندنا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ لانفيني. غنبداو بهادي ليميت كون اكس طون فيغ ان نومبغ. إذا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس كتمشي لاكس زيرو، اكس زيرو ولا ا، إذن اكس كتطون فيغ ان نومبغ. اول حاجه نديرها هي لو غومبلاسمون، هي التعويض. إذن اول حاجه نديرها هي التعويض، إذن ما نعكزوش ونعوضو. اشنو ممكن نلقى؟ انا عوضت اشنو ممكن نلقى. ممكن نلقى زيرو سيغ زيرو فورم انديتيرميني، أو بيان ممكن نلقى أن نومبغ سيغ زيرو. إذا نبقاو حنا في زيرو سيغ زيرو، وكيفاش نتخلص من صفر على صفر؟ إذا الطريقة باش نتخلص من صفر على صفر على حساب التمرين، إذا على حساب التمرين اللي عندي، إذا أشنا هما الحالات اللي ممكن يكونوا عندي؟ إذا التمرين أشنو ممكن يكون فيه؟ ممكن تكون عندي بولينوم دو دوغري دو، وهذه سهلة أني ممكن نعمل ندير تعميل المباشر، نعمل تعميل مباشر فاكتوريزاسيون ديريكت. ولا ممكن تكون عندي بولينوم دوغري تاعها من تخوا أو الفوق، من تخوا أو الفوق. هنا يا إما نديرو لا ديفيزيون أوكليديان، أو بيان غنوريكم واحد طابلو تخدمو بيه سميتو طابلو دولار. نوريه لكم دابا. اذا كيختصر علينا الوقت بزاف. وبيان يكون عندي غاسين بلوس، غاسين بلوس ان نومبر، وبيان عندي الغاسين بوحدو. الا كان عندي غاسين بلوس هنا كندير الكونجوغي المرافق. هنا الا كان عندي غاسين بوحدو فكنضرب فيه هو نفسه المام. وغنبداو نديرو دي زيكزامبل، وغنبداو بلا كانت عندي بولينوم دو دوغري دو باغ اكزامبل، اون ليميت كون اكس طون فيغ ان ديال تخوا اكس كاري موان سانك اكس بلوس دو سوغ اكس كاري بلوس تخوا اكس موان كاتر. اذا اول حاجه نديرها هي التعويض المباشر. اذا التعويض المباشر غيعطيني زيرو على زيرو. دائما دائما ندير الغومبلاسمون. دونك التعويض المباشر ما عطانيش، اشنو غادي ندير؟ غادي ندير غادي نفاكتوريزي، غادي نفاكتوريزي. باش غادي نفاكتوريزي؟ غادي نفاكتوريزي باغ اكس موا ا. فين هي ال ا؟ هي ان. اكس موا لو نومبر لي عندي هنا اكس موا زان، لا ميم شوز لتحت. اشنو غنكتب الفوق؟ غناخد هذا نفسه كما هو غنحطو، غنقص واحد من الاس. كانت عندي اس اثنان غتبقى اس واحد. هاد الوسطاني هذا ما نقيسوش، وغنمشي لهاد الاخر بلس دو غنقسمها على موان زان غتعطيني موان دو. لا ميم شوز لتحت. اذا هاد الوسطاني ما نقيسوش، غناخد هاد اكس كاري كما هي غنقص منها واحد من الاس نحطها موان 4، ناخذ موان 4 نقسمها على موان زان غتعطيني بلس 4. وغادي نسامبليفي بار اكس موان زان، وغتبقى ليا 3 اكس موان 2 سيغ اكس بلس 4 اكس بلس 4 كون اكس طون فيغ 1. ونحسب 3 في 1 هي 3، موان 2 هي 1، و 1 بلس 4 هي 5. دونك 1 سور 5 هذا هو التعميل المباشر. التعميل المباشر ما درنا لا ديفيزيون اوكليديان لا والو. غنمشيو دابا نشوفو ان اكزامبل منين كتكون عندي بولينوم من 3ييم دوغري او الفوق، وغنشوفو هاد الطابلو اللي قلت لكم كيفاش كنخدمو بيه. اذا اللي ما بغاش يدير لا ديفيزيون اوكليديان غيدير هاد الطابلو هذا. إذا طريقة بسيطة. إذا غناخدو إكزامبل
ليميت كون اكس تنفير دو ديال اكس ثلاثة موان 3 اكس كاري بلس 3 اكس موان 2 هادشي كلو على 2 اكس اس 3 موان 5 اكس موان 6. اذا هنا تعويض مباشر غيعطيني 0 سور 0 فورم انديتيرميني. دونك اشنو غادي ندير؟ بطبيعه الحال خصني نفاكتوريزي. باش غادي نفاكتوريزي؟ بطبيعه الحال غادي نفاكتوريزي باغ اكس موان ا اكس موان ا. اذا هنا الفوق غادي نفاكتوريزي باغ اكس موان ا ستادير اكس موان 2. لا ميم شوز لتحت اكس موان 2 ايغال هنا ليميت كون اكس تنفير 2. خاصني هاد لو تيرم وخاصني هاد لو تيرم. يلا غنبداو بلو تيرم الفوقاني منين غنجيبو. اذا لا ميثود سهله هاد الطابلو هذا ساهل غير تبعوا معايا. غنجي نشوف عندي الفوق عندي لو دوغري 3 دونك غندير ان طابلو لي فيه اربعه المربعات. اذا عندك 3 الدرجه الثالثه اربعه المربعات، الدرجه 5 دير 6 المربعات، الدرجه 7 دير 8 المربعات. اذا غندير 4 تاع المربعات اش غندير هنا؟ غندير اكس اس 3 اس 3 اكس اس 2 اكس وهنا واحد تبقى نازل بالترتيب. هنا ديما واحد، هنا غنقص من الاس. عندك اكس اس 3 غندير اكس اس 2 هنا اكس هنا واحد هنا ما ندير والو. هنا اكس طونفير 2 غنكتبها هنا هاد الدو هادي تاع هنا تاع اكس طونفير 2. يلا غنكمل خدمتي. دابا هنا غنكتب لي كويفيسيون ديال هادشي الفوقاني لان حنا كنخدمو على هادشي لي الفوق. دونك لي كويفيسيون ديال اكس اس 3 واحد، لو كويفيسيون ديال اكس كاري موان 3، لو كويفيسيون ديال اكس هي 3، هنا عندي موان 2 هي غنكتبها موان 2. اشنو غندير دابا؟ هاد لو نومبر لي هنا غنعاود نكتبو هنا. هاو غندير 2 في 1، 2 مضروبه في 1 شحال هي 2 بلس موان 3 هي موان 1. غنعاود نفس الخدمه 2 مضروبه في موان 1 هي شحال؟ هي موان 2. موان 2 بلس 3 هي 1. غنعاود نفس الخدمه 2 مضروبه في 1 هي 2 بلس موان 2 هي 0. هاد الزيرو هذا راه هو اللي كتلقاو في لا ديفيزيون اوكليديان في الباقي. يلا كي غنجي دابا كملت كي غنجي نكتب هادشي غنكتب بطريقه بسيطه اكس كاري في 1 هي اكس كاري، اكس في موان 1 هي موان اكس، 1 في 1 هي بلس 1. هانا ساليت لو تيرم الفوقاني. لا ميم شوز غنديرو لتحت. يلا عندي اس 3 دونك غناخد 4 الكاروات ربعات الكاروات ها هما. عندي هنا اكس اس 3 اكس كاري اكس و 1، هنا اكس اس 3 هنا اكس كاري هنا اكس هنا ال 1 اكس طونفير 2 ها هي 2. غنجي نكتب لي كويفيسيون ديال اكس اس 3 هي 2، اكس كاري ما كايناش اكس كاري، الكويفيسيون ديالها شحال؟ زيرو. واخا ما كايناش ضروري نكتبها، الكويفيسيون ديال اكس موان 5 هنا موان 6. انا كتبت هاد لي كويفيسيون كتبتهم هنا. هاد لو دو غنعاود نكتبها هنا. اش غندير دابا؟ دو في دو شحال؟ دو في دو 4، 4 بلس 0 هي 4، دو في 4 هي 8 بلس موان 5 هي 3، 2 في 6 في 3، 2 في 3 هي 6 بلس موان 6 هي 0. ضروري ما نلقى هاد الزيرو هذا، هذا قلنا في لا ديفيزيون كليديان كيكون هو الباقي. يلا دابا غنكتب فينا اش غنكتب؟ هادي في هادي، هادي في هادي، هادي في هادي، 2 اكس كاري ها هي 2 اكس كاري
بلوس 4x بلوس 4x هنا بلوس 3 هاي بلوس 3 مشات هادي مع هادي دونك ايغال هادي على هادي وندير لامبلاسمون ليميت كون x تان فير 2 ونكتب داكشي اللي بقى ليا x كاري موان x بلوس 1 سير 2x كاري بلوس 4x بلوس 3 ونعوض هنا عندك 4 موان 2 هي 2 بلوس 1 هي 3 هنا عندك 4 في 2 8 بلوس 8 هي 16 سير 19 يلا عندكم غتخدموا ليا نفس الخدمه غنعطيكم تخدموا ليا نفس الخدمه كالكولي ليميت كون اكس طون فير 1 كون اكس طون فير 1 ديال اكس 3 ناقص 7 اكس كاري بلس 5 اكس بلس 1 سير 2 اكس لا بويسونس 3 موان 9 اكس بلس 7 هذه الاولى الثانيه ليميت كون اكس طون فير موان 1 اكس 4 ناقص 5 اكس 3 بلس 4 اكس كاري موان 1 على 5 اكس كاري بلس 7 اكس بلس 2 هادي عندك اس 3 اس 3 دونك ضروري طابلو الفوق طابلو التحت ضروري هنا عندك اكس 4 دونك ضروري طابلو وهنا عندك اس 2 هادي تقدر تخدمها غير بالفاكتوريزاسيون ديريكت يلا غنخلي لكم هادو تخدموهم ونصحوهم ابري نصحوهم ابري تتخدموهم ونصحوهم وان ميم طون غنكملو اون ميم طون نكملو نديرو دي زيكزامبل في الكونجوغي ونديرو دي زيكزامبل ملي كيكون عندي الغاسيم بوحدو بطبيعه الحال باقي ما خدمناش هادي ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ لانفيني اذا نعاودو هنايا اذا كنخدمو في ليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ ان نومبر عندي هنا ممكن نلقى 0 سير 0 او بيان ان نومبر سير 0 منين كيخرج ليا ان نومبر سير 0 اذا اشنو كندير غنشوفوها من بعد حنا دابا غير هنا الا كانت عندي دوغري 2 بولينوم دو دوغري 2 كندير فاكتوريزاسيون ديريكت نيشان مباشره نعمل غير بعينيا والا كانت عندي دوغري 3 والفوق كندير هاد الطابلو هذا في بلاص ما ندير لا ديفيزيون اوكليديان فهو كيسهل عليا كيسهل عليا كيخليني دغيا نخدم دغيا نعمل ما كيف ما بغات تكون دوغري اذا الطابلو نضبطوه ونخدمو به اذا تبعوا على هاد ليكزامبل اللي عطيتكم وغتخدموا ليا هاد لي دو زيكزامبل اذا عندنا نعاود هنايا نعاود هنا اذا كديروا الا كان عندكم تخدموا الفوق بوحدو ان طابلو بوحدو ولا كان عندكم التحت حتى هو عندكم دوغري 3 الفوق ديروا ان اوتر طابلو اذا الطابلو الاول قلنا كنشوف على حساب الدوغري الا كانت عندك الدوغري 3 كتاخذ 4 المربعات كانت عندك الدوغري 4 كتاخذ 5 المربعات الدوغري 6 كتاخذ 7 المربعات كتكتب عندك بحال انا هنا عندي اكس 3 هذه هي اكبر دوغري تكتب اكس 3 وتنزل بدوغري وتبقى غادي نازل اكس 3 اكس كاري اكس 1 وتكتب 1 كانت عندك اكس 4 غدير اكس 4 اكس 3 اكس كاري اكس 1 وتكتب لي كويفيسيون كتجيب لي كويفيسيون من هنا اتونسيون الاشارات هنا كتكتب اكس طون فير اكس فين كتمشي العدد اللي عندك هنا كتعاود تكتبه هنا وكدير الضرب كتضرب فيه وتزيد عليه هذا وتكتب النتيجه هنا هذا تعاود ضربه وتجمعو مع هذا وتكتب النتيجه هنا تعاود ثاني ضربه والنتيجه تجمعها مع هذا ضروري هنا يخرج لك زيرو نفس الشيء هنا اذا ضروري ضروري يخرج لكم زيرو في الباقي هاد الزيرو هذا هو اللي كتلقاو في لا ديفيزيون اوكليديان كتلقاوه في الباقي اذا عطيتكم هاد جوج تمارين هاد جوج دو زيكزامبل تخدموهم وغنصحوهم ابري ان شاء الله بحول الله وقوته.